أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا قررت إلغاء ديون السودان البالغة 5 مليارات دولار. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر دعم السودان، أكد ماكرون أن بلاده تؤيد الإلغاء الكامل ديون السودان، متوقعا أن يؤكد صندوق النقد الدولي ذلك في نهاية يونيو المقبل. بالنسبة للالتزامات والتعهدات من الفرنسية تجاه السودان، لقد شرحت في البداية نحن نعمل على إعادة هيكلة الدين السوداني، وقبل ذلك علينا أيضا أن نصيغ معادلة من أجل تخفيف مديونية السودان. فرنسا لقد سمحت بتخفيف الديون وكذلك تأجيل المستحقات على السودان من أجل استكمال المسيرة. هذه التعهدات التي قمنا بها اليوم خلال هذا المؤتمر، كذلك هناك تعهدات بريطانية وأمريكية أن نعيد إعادة تقييم المستحقات المتأخرة بما يتعلق بالمديونية السودانية. وخلال الأسابيع الماضية لقد قمنا بالعديد من الاتصالات الهاتفية مع البنك الدولي والبنك الإفريقي من أجل إعادة هيكلة الدين السوداني.